السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا عارفين حيوان القنفذ، لكن حد في يوم سأل نفسه، هو الحيوان ده عدواني ولا صديق للإنسان ولا ايه نظامه بالظبط؟ الحيوان ده صديقي من أكتر الحيوانات منفعة للإنسان، وعلى فكرة هو بيعيش دايما في المحاصيل الزراعية ومبيحبش يخرج أبدا بالنهار، كل خروجاته بالليل بس، وهو العدو اللدود للأفاعي والعقارب، أول ما بيشوفهم بيخلص عليهم على طول، وده لأن جسمه عنده مناعة من السموم بتاعة العقارب والأفاعي، واللي هو متعود دايما إن هو ينظف الأراضي الزراعية منهم، غير إنك تقدر تربيه في البيت، بس تبقى متابعه دايما ومتابع الأماكن اللي بيمشي فيها في البيت، عشان طبعا أنت عارف إن في ظهره شوك، ومش شوك عادي، فتخلي بالك دايما قبل ما تقعد على الكنبة، ما تنساش اللايك على الفيديو، سلام عليكم.